يعرف كيف يعبر. احنا لو عودنا ترى عيالنا على فتح الحوار وعلى انهم يتكلمون ونسمع لهم كان الوضع طيب والحمد لله. الان الشاب يقول ابوي مو فاضيلي، تكفى يا شيخ الحقني، ولا البنت انا بنتحر. ليش تنتحرين؟ كنت مع احد المشايخ بدون ذكر اسمه، مع احد المشايخ وكنا جالسين نخطط العمل دعوي في استراحه المخيم عندنا، وكان يجي ازعاج اقول له ايش عندك؟ قال يا اخي في واحده كل شويه تقول رد يا شيخ ولا بنتحر. هذا دائم سواليفهم. بعد فتره الا جاي رساله في نهايه اللقاء انهم وجدوا اخر رقم الشيخ، وان البنت هذه اكلت 20 حبه حق القلب او حق الضغط، وانها نقلوها الى المستشفى. اذا ترى الشباب يقول بنتحر ترى يعني ما يقول. دخلت السجن يوم ولقيت الضابط مرفع يدينه كذا يقول انزل يا، يسب له واحد اثنين هم رابطين انفسهم بحبال. اول ما دخلت شفتهم، الاول ما هو بصامل لانه يعني اصلا ربطته للحبل ووقفته ما هو بصامل انه يقتل نفسه، ما هو بصامل انه يقطع عمره. اما الثاني عيون حمر ومتوتر وقاعد ينتفض. اقول لك دريت ان هذا صامل، اعرف الرجال الصامل واضح. قلت ما يد الضابط لو سمحت، اقول العسكر اللي معه شوي شوي. قال اترك منه كل يوم نسمع مثل ذا السواليف، لا يكسر خاطرك مطوع. قلت لا 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 لا، انا اشوف شيء ما تشوفه. لحظه لحظه، وابعدت الضابط والعسكر وسكرت الباب وقعدت اتكلم معهم واعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث ابو هريره من قتل نفسه عامدا متعمد فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يعني انت بتهرب من المشكله، ما عندك حل الا الانتحار. عندك مشاكل انت قاعد بتزيد الطين، تزيد الطينه بله. من وكع نفسه بحديده فحديدته بيده يكأ بها في نار جهنم، من احتسى سم فسمه بيده يحتسي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ذكرتهم بالله، ابتسمت لهم، تكلمت معهم. الحياه حلوه ولازم نحليها بطاعه الله، والحياه قصيره لا نقصرها بالمعصيه. كلمتين ثلاث ارتاح وهدى. ونزل الاول، نزل الثاني، تكلمت معهم قال حطنا في وجهك ما يضربنا ولا. قلت ابد عندي ان شاء الله ما يقولكم شيء. فسبحان الله تكلمت، السبب تافه، يبغون ينقلونه من مكان بيحطونه مكان ثاني. يعني ليش لجأ الى الانتحار؟ وفعلا كان سألته وكان عازم وجازم انه يقتل نفسه، عنده فكرة انتحار، واصل اكتئاب وسجن وغربلة، وبعد بينقلونه من ربعه وخياه، قال خلاص بقتل نفسي. فلذلك شبابنا محتاجين من يسمع لهم، محتاجين من يحل مشاكلهم. ترى بعض المشاكل والله مجرد ما يقولها لك يحس انه ارتاح، يحس انه ريح فرغ. فلذلك نهتم بالشباب ونهتم في التغيير ونغير دائم للأفضل وللأحسن. شف في ثلاثة أشياء تقتل التغيير. أول شيء قولت لا أستطيع. يا كثر اللي يقول لا أستطيع. يا أخي دائما قل أستطيع، وإذا ما قلت أستطيع قل سوف أحاول. جرب يا أخي جرب. كل الناس ترى اللي ماتوا ما استخدموا من قدرتهم إلا 5% من القدرة الذاتية، 95% راحت. تخيل سيارة ب400 حصان وقاعد يسحبها بحصانين مو بقهر، سيارة 400 حصان قاعد يسحبها بحصانين مو بقهر. طيب ما بالك اللي يسحبها بحمار. الله يكرمكم. يا قدر اللي قاعد يدف عمره بحمار، قاعد شغال على حمار. يا أخي عندك قوة، عندك قدرة، أبدع. لا تختزن هالقوة ذي، خلها تطلع. ليش؟ الله عطاك طاقة، والله خلقنا في أحسن تقويم، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا بشيء ما نطيق. الله عدل ما يظلم سبحانه. فإحنا لازم نستغل هالطاقة اللي عندنا. لا أستطيع، هذا اللي يقول أنا ما أقدر، دائم عند انهزامية، دائم ما يقدر. يا أخي قل سوف أحاول، جرب، غير، بادر. فلازم أن الإنسان دائم إذا ما كان يستطيع يقول سوف أحاول ويجرب. كم في إنسان نجح هو ما يتوقع. في دكتور غير راضي عن عمله في الطب، وإذا راح للدوام يضيق صدره ولا يحب عمله. دكتور طبيب، فذهب إلى معالج متخصص، وقعد المعالج يسأله ويسولف معه وش أخبارك وين كنتوا عايشين وكم كان عمرك وإخوانك ويسولف معه.
يبغى يكتشف هالميول الداخلي عنده وش هو. فوجد أن هذا الدكتور يوم كان صغير كان مهندس سياكل، والآن يرجع من عمله من دكتور يرمي الروب حق الطب ويلبس لبس إيش؟ الورشة. لكن أبوه أجبره، حنا دائم الطب والهندسة عندنا شغالين عليها، أبوه أجبره أن يصير طبيب ولا هو ما يحب الطب أصلا. فقال مشكلتك اللي عندك في العمل هي أنك أصلا أنت مهندس، يا مهندس السياكل وأنت صغير، أنت مهندس لست طبيب، فلذلك تروح الدوام ما أنت مرتاح لعملك، لأن ميولك الداخلي يحب الفك والربط. فلذلك سبحان الله تشوف بعض الناس، شوف وش مهاراتهم وش قدراتهم، شوف وش ميوله من الصغر، شوف وين إبداعه. ترى في ناس ما تتوقع في يوم من الأيام بيصير مهندس، أو في يوم من الأيام بيصير طبيب، أو في يوم من الأيام يعني بيقف يلقي قدام الناس. أنا ترى ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أني بلقي محاضرة في حياتي كلها، خبر أول مضاربات صح يعني، لكن أجي ألقي محاضرة ما أعرف، ولا حتى ألقي قصيدة ولا ألقي شعر ولا حتى أعرف أتكلم. كان وأنا صغير يقولوا لي كيف حالك، أقول طيب. لكن لازم الإنسان يعني يحاول، وكل شيء يحاول، يمكن سبحان الله عندك قدرات لازم تطلع. إذا ما في أحد يكتشفك، إن لم تكن ناجح، إن لم تكن ناجح أنت قلد الناجحين تنجح. أذكر واحد كاتب كتب مقالة، أول ما طلعت طبعا طلعت في الإعلام وطلعت في الجرائد، كتب أبو زقم وثقافة الفشل، وخذوا أسبوع الجرائد يكتبون أبو زقم وثقافة الفشل، هذا الإنسان جاي ينثر لنا فشلة في الحياة. فرد عليهم الدكتور الأستاذ الكاتب السعودي الرجل المعروف بالكلمة نجيب الزامل معروف. فسبحان الله يعني الله يسخر لك حتى من يدافع عنك. فرد عليهم بمقالات قصمت ظهورهم، وأذكر من كتابته أنه قال أديسون اللي صنع الكهرباء اللي الحين ما نقدر نعيش بدون كهرباء ولا تكييف ولا، فشل في اختراع الكهرباء 100 مرة، لاحظ 100 مرة يسوي تجربة تفشل، 101 اشتغلت الكهرباء وضوت الدنيا، واللي الحين ما شاء الله شوف النور ولا نقدر نعيش بدون كهرباء. ففي ناس ضد النجاح، يجيك يقول لك إيه صح اكتشف الكهرباء لكنه 100 مرة فشل. كيف؟ فيرد عليهم أديسون يقول أنا ما فشلت 100 مرة، أنا عندي 100 طريقة لإطفاء الكهرباء. يا الله، شفت الاستفادة من الخبرة. الله لما فرض علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، وش اللي انفعتنا كأمة محمد الآن؟ وش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التخفيف؟ يلا من يقول الذكي من هو اللي يعرفها؟ موسى عليه السلام. ليه بيش موسى كيف عرفها؟ بالتجربة يا شيخ، خلك معي جدة غير. بالتجربة موسى عليه السلام قال يا محمد لقد جربت مع بني إسرائيل 2 صلاة، واحدة بالليل واحدة بالنهار، ما استطاعوا، إن قومك لا يستطيعونها، فاسأل الله التخفيف. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب خفف، فيخففها الله عز وجل حتى جعلهن 5 صلوات بأجر كم؟ بأجر 50. فلما عاد إلى موسى قال موسى لقد جربت، شوف التجربة اخدمتنا كأمة محمد، ولا كان كل 28 دقيقة الله أكبر يؤذن المؤذن، كل 28 دقيقة نروح المسجد صلي، نرجع اللي بيت بعيد ما يمدي يفتح الله أكبر يعود، في كل 28 دقيقة نروح المسجد. اللي انفعتنا وش هي؟ التجربة، الخبرة السابقة، إن قومك لا يستطيعون. لما كانت 5 صلوات رجع إلى موسى قال له ارجع إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيت من ربي، خلاص يا موسى استحيت. يا الله، وجعلهن 5 صلوات بأجر 50 صلاة. ايش كنت اتكلم عن التجربة؟ أديسون رد عليهم استاذ نجيب الزامل جزاه الله خير، خذوا قاعدة، اذا بديتوا التغيير بيجيكم معوقات، انتبهوا. اول شيء بغير هذه يا محمد، اول شيء سوف يستهزئ بك، أول شيء بيستهزأ بك. وين؟ والله يوم رحت أدرس كانت معي سالسة مقطوعة
وملزقها بشطرطون، وبطاقة الأحوال مرهونة بمحطة بنزين، ويقولون لي وش السيرة الذاتية؟ أذكر مع الشيخ سعيد بن مسفر، وقلت السيرة الذاتية إيش؟ محطة بطاقة الأحوال في محطة بنزين والشهادة سادس ملزقها بشطرطون، هذا اللي عندي. لما تبدأ بتروح تدرس، رح تدرس مع الطلاب الصغار، والله أنا موقفيني، أنا واحد اسمه أبو قلق صغير، وموقفيننا عند الإدارة عشان طلعنا نفطر برا ممنوع. واحد فوله متوسط هذا طوله، ولابس له تكميلة خضراء كأنه خيارة، وأنا معه واقفين عند الإدارة أشون، ما قالوا رفع يدينكم. أول ما تقدم على التغيير سوف يستهزأ بك، وأنا طبعا أسأل الله عز وجل أن لا يحرم الأجر الشيخ ابن عثيمين وأمات المسلمين وعلمانا، لأنه سبب في أني أكمل دراستي جزاه الله خير، وكان عنده نظرة مستقبلية أنا ما أعرفها. لكن شف أحيانا سبحان الله لما تبدأ بالتغيير أول شيء يستهزأ بك، يضحكون عليك. يوم شاب ودوه الكتاب، رجل عندنا تقاعد وقال له صديقه، قال اشتر تاكسي، والله التكاسي فيها فلوس. واحد جاء قال يا رجال دامك خدمت انت في العسكريه 30 مدري 35 سنه، خدمت الدنيا، تعال اخدم الدين، ادخل حلقه التحفيظ. قالوا له جماعته يوم شاب ودوه الكتاب، وش عاد تستفيد؟ والله لا انت بحافظ ولا انت فاهم. اربع شهور ختم القران، وكرم الشيخ سعد بريك كان معنا في الحفل، هو اللي انا قدمت الهديه للشيخ سعد عشان يعطيه اياه في مدرسه الشيخ عبد الله السويلم الثانويه اللي قبال بيته، وهو يدرس في الحلقه عند الشيخ ميزان عند الشيخ عبد الله السويلم. كرمناه بعد اربع شهور سواق التاكسي اللي كان بيتقاعد يشتري تاكسي، قالوا له وش تحفظ انت عاد معك عقل تحفظ؟ متقاعد متقاعد، يبغونك تموت وانت قاعد. قال لا خلني اموت وانا واقف بين يدي الله عز وجل. حفظ القران. اول ما تبدا في التغيير يجيك استهزاء. اثنين، بعد الاستهزاء ما نفع فيك، انت مستمر مواصل قاعد تبدع قاعد تشتغل، يسبونك ويعادونك ويكتبون فيك شغالين الصح.